المبادرة تهدف لتعريف فئة الشباب اللي هم مستقبل دولة الإمارات على دور الوزارة، شو هي القطاعات اللي نشتغل فيها، الوضع الاستراتيجيات، ما هي الاستراتيجيات الموجودة، التحديات المستقبلية ودورهم هم كشباب في معالجة هذه التحديات. والحمد لله يعني حاولنا أن نبسط الموضوع مع أن الموضوع دسم لهم، ونحن كلنا أمل أن هذا التواصل هو البداية، وإن شاء الله بنتواصل مع الشباب في كافة المنابر. هم أمل دولة الإمارات ومستقبل دولة الإمارات، وأملنا فيهم كبير كما هو أمل القيادة، وإن شاء الله يكون لهم دور كبير في تنفيذ الاستراتيجيات اللي تضعها وزارة الطاقة والصناعة.